أعتقد إن ده بيصيب الناس إصرار وبيزيدهم احتشاد كما حدث في الاستفتاء، يعني ما حدث قبل الاستفتاء اللي كافت الناس كل الناس تنزل عند محكمة الشمال الإنجليزي. اللي هعمله النهارده أنا متأكد إن أنا هلاقي ملايين بكره إن شاء الله. وأنا طالع من هنا هروح أعمل تأمينات، تأمين ميدان التحرير، يعني أنا بناديله بقول له أو بوجه له ندى كفاية كده، لأنك بعد كده مش هتقدر تعيش مع الشعب المصري. أول شفتك.